النوبيون في جبل البركلي في شمال السودان، حيث ينحني النيل وحكم الملوك القدماء، يقف الجبل المقدس جبل البركلي. لعدة قرون، همس النوبيون حكايات عن غرفه المخفية والأرواح التي تحرسها. وصلت الدكتورة فاطمة، عالمة الآثار السودانية الشهيرة، مع فريقها لكشف أسرار الجبل. حذرها الشيوخ المحليون من قوة الجبل، متحدثين عن محاربي كوش القدماء الذين أقسموا على حماية الموقع المقدس حتى في الموت. مدفوعة بالطموح الأكاديمي، رفضت الدكتورة فاطمة مخاوفهم كخرافات. عندما غربت الشمس، ملونة المنحدرات الرملية بألوان الذهب والأحمر، أمرت فريقها بكسر أختام غرفة مخفية. في تلك الليلة، بينما كان الفريق نائماً في معسكرهم عند الجبل، هبت ريح غريبة. همست بلغة المروية القديمة، حاملة معها رائحة المر والبخور المنسية. تحركت الرمال تحت خيامهم، كاشفة عن دروع مذهبة ورؤوس رماح مدفونة. واحداً تلو الآخر، بدأ أعضاء الفريق في الاختفاء، في مكانهم، كشفت شمس الصباح عن ظلال محفورة في الصخور، مجمدة في أوضاع من الرعب. أدركت الدكتورة فاطمة خطورة خطأها، سعت للقاء كبير القرية. تحدثت المرأة العجوز عن الحراس، أرواح المحاربين المرتبطين بعهود مقدسة لأمون رعن، أقسموا على حماية الآثار المقدسة للجبل من الذين يزعجونها. مع اشتداد الرياح، أدركت الدكتورة فاطمة ضرورة تصحيح خطأها. بأيد مرتجفة، جمعت القطع الأثرية المقدسة التي أزالوها وتوجهت إلى الغرفة. هناك، في الضوء الخافت، رأتهم الأشكال الطيفية لمحاربي كوش، عيونهم تلمع بنار الحياة الآخرة. سقطت الدكتورة فاطمة على ركبتيها، مقدمة الآثار ومتوسلة المغفرة بلغة النوبية القديمة التي علمتها إياها جدتها. توقفت الأرواح مستمعة، ثم كما ظهروا بسرعة اختفوا آخذين معهم القطع الأثرية. هدأت الرياح وساد الصمت على الجبل. خرجت الدكتورة فاطمة من الغرفة وقد تغيرت إلى الأبد، تعهدت بحماية أسرار الجبل وتعليم الآخرين احترام الطرق القديمة من ذلك اليوم فصاعدا. يقول السكان المحليون إنه أحياناً في الليالي الهادئة، يمكنك سماع صوت اصطدام الرماح الطيفية، حراس جبل البركلي، دائماً يقظون، دائماً حذرون. كوه، لعنة طريق الأربعين، قرر سياح السفر عبر الطريق التاريخي في الصحراء الكبرى. عمر لم يحذرهم من شيء.